عمر يشوف المشلوسي وحسام عبد المجيد يلعبوا براحتهم. لا انا على حسام يعني الماتش اللي جاي وعايز يديله 45 دقيقه بس كلام كهربا. طب استاذ عصام السؤال لحضرتك خاص بجوميز الحقيقه، هل الراجل النهارده كان عامل حساب قوي للاهلي عشان هو خسر الماتش الاولاني في الديربي وكان واقف طول الوقت وبالتالي اختياراته كانت مختلفه عن كولر كمان في التشكيل؟ لا انا مش معاك يا استاذ عصام بدليل التشكيل اللي الراجل حاطه، تشكيل هجومي اكمل النهارده. لا ما هو كان بيلعب بدونجا لوحده في نص الملعب، يبقى ازاي عامل حساب يا كابتن؟ ده نازل عاوز يشكيله هجومي ازاي؟ ده بيلعب بيلعب يعني انت يعني ايوه يعني انت احمد عشان يديله كوره يا فاروق يا استاذ عصام لغايه اما يعرف يروح لعيبه كوره كلها اللي في الملعب. ايوه ما هو دي الميزه. لا طبعا مش حاجه وحشه مع استاذ عصام، ما عشان كده عامل حساب ايه؟ لا عامل حساب وعامل حساب يعني عامل دفاع، لا عامل حساب انه ما يتخبطش ما فقدش كمان الكوره كتير. ايوه اما لو قعد 25 دقيقه ليه؟ الكوره مع النادي الاهلي الزمان. عشان هو عامل حسابه انه ما انتقلش. خلي بالك ده الثلاثه ما كانش بيرجع يا كابتن رضا، احمد حمدي ناصر ماهر وعبد الله سعيد ما كانش بيدافعوا، فكان كل الحمل على دونجا اللي هو كان متالق النهارده عامل ماتش كبير. لا ده في اخر ربع ساعه. لا يا كابتن ازاي يا كابتن رضا يا كابتن؟ هو عامل شغل هو ما تالقش الا اخر ربع ساعه كابتن. ده متحمل شغل يعني عبء ناصر الجزيري زيزو احمد حمدي فين وانت عبد الله ما بيرجعوش يبقى يرجع على الدفاع. مين اللي راح؟ بص اول سبع دقايق الاهلي بس مين اللي بيأمنهم من ورا؟ مين اللي بيأمن على الثلاثه ولا بيأمن ولا بتاع يا كابتن؟ لا ازاي ده مكانه كمان ده مكانه في الملعب. ايه النقطه الخاصه بجوميز؟ كانه جوميز راجل حاسس عشان الماتش الاولاني انه هل عشان هو خسر الماتش الاولاني وان ده فرقه تقيله وان هو جه على نادي كبير اسمه نادي الزمالك وان هو اصلا سي فيه مقطوع دايما يا عيني بجمله كده في الاخر يقول لك ايه وتم انهاء تعاقده لسوء النتائج. فلما تيجي كمان تفيق عليك الدنيا وانت راجل برضو عنده سي في بغض النظر زي ما بقول لك بيقعد كتير في حتت ما بيقعدش، فقال لك لا انا جاي نادي كبير قوي اسمه الزمالك ومع ذلك عنده في السكواد زي ما كابتن رضا قال هم جابوا مين وكذا، انت عندك لعيبه عمال ينقض منهم عشان يلعب. فالراجل مركز قوي، انت شفت قاعد يفوق الولا متيابه ده ازاي؟ الواد تقريبا كان مخطوف قبل ما يلعب. لا ده كان في قمه مستواه وهو عمال يضرب فيه. لا 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 مش والله مش لما اللعب وقف بيقول له خد الكوره وروح على قدامك ده كان بياخد الكوره وبيرجع لما اللعب وقف بيقول له روح وهو هيغير قاعد يقول له انت ايوه انا عارف قاعد يصحصح ويطلعه بس هو الواد نازل فايق زي لما حد يا كابتن يعني انت مثلا معاك لعيبه عايز تقول له انت هتكسبني انا قصدي كده مش بقول الواد أيوة مش عايز يلعب لما لقى حتى بياخد الكوره ومش هيكسبه وشافه طب ما ده الفرق بقى ده رضا ده الفرق بين المديرين الفنيين اللي بتبقى خرص مركز جدا ان ده ماتش اسمه الديربي ولانه خواجه عارف انه ده الديربي زي ما انت عاملين اعلان شوف فرحته استاذ عصام 10 في العالم طبعا شوف فرحته طبعا هو مش مصدق طبعا هو مش مصدق شغله يا فاروق لا مش مصدق يا صاحبي والاهلي كمان والاهلي الاهلي اللي هو شايف عنده نجوم وهو بيتمنى ربعهم خلي بالك الزمالك جاب الجون في عز ما هو كان سيء سيء جدا يعني الاولاني ولا التاني كان التاني التاني الزمالك خلي بالك الاولاني مش قادر الاولاني برده كان كده لا بس على الاقل كان بس خطيفه يعني ايه خطيفه وانت بتلعب كوره يعني مسيطر ايوه ما بقول مفيش ايجابيه على الجون قوي بس انت المتحكم ان انت الاهلي ما بيروحش التاني الاهلي عمال بيروح دي بس دي اخطاء ما انت في عز ما الاهلي يا فاروق دي اخطاء مين لعيبه الدفاع النادي الاهلي ما بتتعلمش من اخطائها النهارده انت عارف ان ناصر